رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، ودعا كل الأطراف إلى الالتزام به. وأشاد المنسق الأممي بالجهود المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار بين الطرفين والمساعدة في استعادة الهدوء، معربا عن تطلعه لاستعادة وصول المساعدات الإنسانية سريعا لدعم سبل عيش الفلسطينيين في غزة. I looked at what kind of elements we need to